بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السادة الوزراء، السادة المنتخبون، السيدة مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة، السيد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدى الاتحاد الإفريقي، أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة ممثلي التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، السيدات والسادة المدعوون الكرام. باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وباسم الحكومة والشعب الموريتاني، أرحب بكم جميعاً وزراء ورؤساء وفود مشاركين ومدعوين أجمل ترحيب على أديم بلدكم الثاني موريتانيا. أيها السيدات والسادة، إن بلادنا لتتشرف باختيارها من طرف لجنة الاتحاد الإفريقي لاحتضان اليوم الإفريقي للبيئة وانغاري مهاتاي الذي يخلد هذه السنة تحت شعار حماية البيئة في إفريقيا من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، تنفيذاً لأجندة 2063، وهو اختيار يؤكد ويثمر نجاعة سياساتنا في المجال البيئي. أيها السيدات والسادة، لا شك أنكم تدركون أن تخصيص يوم إفريقي للبيئة هو من أجل أن يكون مناسبة لتعبئة وتحسيس الرأي العام الإفريقي والدولي حول التحديات البيئية الكبرى التي تواجهها إفريقيا، والتي تفرض على الحكومات وأوساط الأعمال والصناعات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والنساء والشباب مضاعفة الجهود وتنسيقها، ولكنه مع ذلك أيضاً مناسبة ليقيم كل بلد إفريقي حصيلة التزاماته المتخذة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق أؤكد لكم أن موريتانيا بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة منه، قد وضعت متطلبات حماية البيئة في أولى اهتماماتها، الأمر الذي جعلها تنتهج سياسات بيئية كانت نتائجها واضحة وملموسة، شملت مختلف المجالات والمستويات ذات الصلة بالبيئة بما فيها مسار انتقالها الطاقوي، حيث تمت التغطية معظم الاحتياجات الطاقوية الوطنية بالطاقة النظيفة، وهو ما يضع موريتانيا في هذا المجال في مقدمة البلدان الرائدة في شبه منطقة غرب إفريقيا. وأصبح قطاع البيئة بفضل تلك السياسات يتمتع بإطار استراتيجي ومؤسسي وقانوني غني ومتكامل، يعتبر الآن من بين الأكثر تطوراً في المنطقة وفق مقتضيات اتفاقيات متعددة الأطراف تم إقرارها في الدستور الموريتاني وتجسيدها في استراتيجيات مندمجة ومخططات عملية ستغطي شيئاً فشيئاً مؤسسات القطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص. أيها السيدات والسادة، وتجسيداً لهذه السياسات أيضاً، أضحت موريتانيا عضواً نشيطاً في مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وخاصة الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخ والمواثيق المتعلقة به بما فيها اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومختلف بروتوكولاته، واتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر، والاتفاقية المتعلقة
بالملوثات العضوية المقاومة واتفاقية بال حول مراقبة الحركات العابرة للحدود للنفايات الخطرة والقضاء عليها، واتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون وبروتوكولاتها الإضافية إلى آخره. وعلى المستوى الإفريقي، ترتبط موريتانيا مع نظرائها بعديد من الاتفاقيات التعاونية الإقليمية والشبه الإقليمية، وعلى الخصوص في إطار الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير الذي يرأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ورؤساء دولها وحكوماتها. أيها السيدات والسادة، إن المعركة من أجل البيئة يجب أن تكون جماعية عابرة للحدود، خاصة أن العوامل التي تؤدي إلى الاختلالات البيئية وما يلازمها من نتائج هي عوامل كونية وتتطلب جهوداً يتم التشاور والتنسيق في شأنها، ليس على المستوى الإفريقي فحسب وإنما على الصعيد العالمي. إن إفريقيا اليوم يقظة وواعية، وهي تخطو رويداً رويداً خطوات حاسمة نحو تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى أرحب بكم وأتمنى لكم مقاماً سعيداً ولأشغالكم وافر النجاح، وأعلن على بركة الله انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الإفريقي للبيئة وانغاني ماتاي نسخة 2017، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.